شهدت محافظة بني سويف تسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة وتوزيع كراتين مواد غذائية ولحوم ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وخلال الاحتفالية تم تسليم تمويل المشروعات التنموية الصغيرة ل200 مستفيد بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيه. في إطار مبادرة 600 ألف بئر رزق التي تم إطلاقها من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ها هو يستكمل التحالف الوطني مشواره في إطار المبادرة التي بدأت منذ فترة عبر مؤسسات أبو هشيم الخير وحياة كريمة وجمعية الأرمان، واستفاد منها العديد من الفئات الأولى بالرعاية، ليعود قطار المبادرة مرة أخرى إلى محافظة بني سويف لتسليم نحو 200 مشروع تمكين اقتصادي، بالإضافة إلى توزيع نحو 20 ألف طن مواد غذائية. زي ما وعدنا أهالي بني سويف، احنا بنجي لهم كل شهر في بروتوكول اتمضى مع مؤسسة الأرمان ومؤسسة حياة كريمة تحت مظلة زي ما قلت حضرتك كده التحالف الوطني، اللي بقدم لهم كل الشكر والتحية وببارك لهم على قانون التحالف الجديد. بروتوكول على مدار 6 شهور إن شاء الله ب 120 مشروع تمكين اقتصادي للشباب والمرأة المعيلة وأهالي المحافظة. بنوزع 200 مشروع تمكين اقتصادي، بنوزع 20 طن مواد غذائية ما بين لحوم ومواد غذائية. قيمة تمويل المشروع تصل ل 30 ألف جنيه، وإجمالي ما تم تسليمه بالفعالية يصل لنحو 6 ملايين جنيه، حيث تعد الفعالية ترجمة واقعية للبروتوكول الموقع بين الثلاث مؤسسات لتسليم نحو 1200 مشروع تمكين اقتصادي لأهالي بني سويف على مدار 6 أشهر. متأكد أن أنا عايز أبدأ من يعني أكبر المشروع بتاعي، ما أخروش معايا في الحاجات بتاعتي، لا صعبوا معايا لا إجراءات ولا أي حاجة، استلمت قرض بدون مقابل بدون أي شيء. يا ربنا يبارك فيهم ويساعدهم يا رب، عشان يوقفوا معانا يساعدونا ويخلينا نعمل مشروع كبير وناكل منه ونشرب منه، يا رب يبارك لهم يعني. الحمد لله ادتونا فلوس اهو، هنجيب نعمل حاجات مشاريع في بيوتنا ونشتغل بدل ما نقعد. ساعدونا كدخل لاولادنا برضو ان احنا نقدر نعلمهم وما نقصرش معاهم في حكايه التعليم برضو. المبادره تعد نموذجا لتحويل الفئات المستحقه للرعايه من مستهلكين الى منتجين قادرين على تلبيه احتياجاتهم المعيشيه وتوفير سلعهم الاساسيه عن طريق اتاحه فرص العمل لهم. ويأتي ذلك في إطار توحيد جهود مؤسسات التحالف الوطني تحت هدف واحد، وهو تنمية المجتمع المصري وتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة.